بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضرتك الدكتور محمود هدود، استاذ جراحه العظام. بالنسبه لي عمليات تقوس الركبه في الاطفال الصغيرين اللي في مرحله النمو، بيحصل فيهم ان في جزء من العظم بينمو بسرعه اكتر بكتير من جزء تاني، فبنعمل عمليه عشان توقف النمو في الجزء دوت، الجزء السريع ده، لحد ما التاني يلحقه، وبعد كده نشيل الشريحه ديت اللي وقفت النمو دوت، ويرجع النمو تاني لسابق عهده. الولد ده عنده 14 سنه، عملنا له العمليه ديت من سنه بالظبط، كان في عنده تقوس شديد في الركبه، وبعد كده جاي النهارده الدنيا متعدله تماما، وفي سبيلنا ان احنا نشيل الشرايح ديت، فهنتابع مع بعض. دي الاشعه قدامنا هي بتوضح التقوس في الرجلين، وديت اشعه طويله وباين فيها التقوس واضح جدا جدا نتيجه ان جزء من العظم بينمو بسرعه مقارنه بالجزء الثاني. فاحنا بنعمل عمليه بنركب شرايح ومسامير بتوقف النمو زي ما قدامنا كده، بتعمل توقيف للنمو بشكل مؤقت، وسبناها في المريض لمده سنه كامله، طبعا مع متابعه المريض كل فتره بالاشعه، ولاحظنا ان فيه تحسن تدريجي، وبدا التقوس يتحسن لحد ما النهارده شفناه النهارده في العياده، وزي ما احنا شايفين اهوت رجليه اتعادلت تماما والتقوس اتصلح. وعلى فكره بعد العمليه مباشره المريض قدر ان هو يمشي ويتحرك، وكان يمارس حياته بشكل عادي بدون قص عظمي وبدون عملية معقدة.